بعد إجراء القرعة. طبعا المباراة بمناسبة أو ملعب المباراة شهد أمطار غزيرة، أمطار غزيرة حقيقة شهدتها العاصمة الماليزية كوالالمبور. تشكيلة المنتخب الماليزي في حراسة المرمى فاريزال مارليس، هناك أيضا رقم 5 بوترا، رقم 2 ماثيو ديفيز، رقم 21 ديون كولز، رقم 22 كوربين أونغ، رقم 14 محمد شامير كوتي، رقم 13 محمدو سوماريا، رقم 15 أحمد بيي، رقم 19 أخيار رشيد، رقم 9 دارين لوك، ورقم 10 محمد نظمي فايز بن منصور. مباراة لا شك مهمة لكلا المنتخبين، منتخب الوطني والمنتخب الماليزي في الجولة الثانية وعلى حساب المجموعة الخامسة، هذه المجموعة اللي بتضم منتخبات في ماليزيا والبحرين وتركمانستان وبنغلاديش. نذكر بأن المنتخبين، منتخبنا الوطني الأحمر البحريني بالقمصان الحمراء يلعب بثلاث نقاط من انتصار في الجولة الأولى على حساب منتخب بنغلاديش بهدفين لهذا اللاعب علي حرم وكذلك كوميل الأسود، في حين المنتخب الماليزي أيضا هو الآخر عنده ثلاث نقاط من انتصار على منتخب تركمانستان بثلاث أهداف لهدف. رمية تماس، جمهور كبير لا شك يؤازر المنتخب الماليزي، لكن إن شاء الله منتخبنا يعني ما تهم هذه الأجواء على اعتبار أن منتخبنا اعتاد على اللعب في مثل هذه الأجواء، ومرت علينا حقيقة مناسبات عدة لعبنا في ملاعب أكبر من هذا الملعب وفي جمهور أكبر من هذا العدد، ولكن إن شاء الله بالإصرار والعزيمة منتخبنا يحقق اليوم انتصار مهم جدا في المجموعة الخامسة. كرة بتبعد راشد الحوطي خارج ملعب المباراة. شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام، اللعب قد تكون طبعا أرضية ملعب المباراة تأثر، ولكن راح تأثر على من؟ على الفريقين، ولكن بالذات منتخبنا على اعتبار أن المنتخب الماليزي تعود على هذه الأجواء. احنا في البحرين يعني نقصد ايه المطر، قال لك أجل المباراة، هني ما عندهم أجل مباراة، هني العب العب العب. شوف على 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 هذا الأساس تلقى الماليزيين متعودين معيدين ومكيفين في الملعب اليوم. الله يساعد لعيبتنا، بس خليه يوقف المطر ان شاء الله. هشومي، شوط المباراة الاول مشاهدي الكرام متابعي قناة البحرين الرياضية، لقاء منتخب الوطني والمنتخب الماليزي، والنتيجة تبقى هي التعادل من دون اهداف. نصل للدقيقة الثالثة، كرة بتمر تبع ايضا في صفارة من حكم المباراة، حكم هذا اللقاء سادولو من طاجكستان، المساعد الأول كرييف فافو من أوزباكستان، المساعد الثاني سانجار شايا سوبوف من أوزباكستان، الحكم الرابع زيد ثامر العراقي. خطأ لمصلحة منتخبنا الوطني. شوط المباراة الأول 4 دقائق، كرة ملعوبة أمامي داخل منطقة الجزاء قريبة لحارس المرمى فاريزال مارليس، طويلة. إذا تصفيات المرحلة الثالثة، كرة بتمر خطرة هذه تبعد إلى خارج المباراة، وبالتالي ركلة ركنية. هذا اللعب اللي واضح معك على الشاشة، اللعب رقم 13. محمدو سوماريا، هذا محمدو سوماريا، حطوا بالكم على محمدو سوماريا، وركلة ركنية لمنتخب ماليزيا. هنا اللاعب رقم 19 ايضا دارين لوك الاصل بريطاني، ركله ركنيه المنتخب الماليزي ملعوبه على داخل منطقه الجزاء. هيا خطره مور تمشال حلوه تبعد من لعيبه منتخبنا الوطني. منقوله اماميه خطره، الله 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 الله، توقيت مناسب جدا لحارس المرمى سيد محمد جعفر، ومن الأساس أيضا في راية مرفوعة، وبالتالي حنشوف الإعادة. شوف 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 هنا اللاعب، وبالتالي الخطأ ما في راية مرفوعة، بل في خطأ على اللاعب المنتخب الماليزي بوترا. سيطر المنتخب الماليزي مع الدقائق الأولى لشوط المباراة الأول، خطرة هذه الله
تسديدة ثانية، هنا الكرة من اللاعب رقم اثنين ماثيو ديفيس اللي واضح معاك على الشاشة، ماثيو ديفيس استرالي، وصول استرالية هذا اللاعب ماثيو ديفيس، ولا الكرة اللي تعلت حطت ومرت من فوق المرمى خارج ملعب المباراة، لتبقى النتيجة حتى الآن هي التعادل بدون أهداف. إذن طبعا هذه التصفيات من أجل التأهل إلى نهائيات أمم آسيا، إلى التأهل إلى أكبر مسابقة في القارة الأسيوية، كأس آسيا أو كأس أمم آسيا، لتقام كل 4 سنوات. طبعا الصين اعتذرت عن تنظيم البطولة في عام 2023، وبالتالي الآن التصفيات ما زالت مستمرة، توصل لمنتخب الوطني، خلص النقل، تمر خارج ملعب محمد جاسم مرهون اللي واضح معك على الشاشة. شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام، وتعادل بدون أهداف. سيد هاشم، سيد عيسى لشقيقة، من رضاوي لسيد هاشم، من رضاوي لسيد هاشم، تبعد باللاعب رقم 15 لاعب المنتخب أحمد بيه، واضح معاك على الشاشة. شوط المباراة الأول تعادل يبقى بدون أهداف في محطة صعبة جدا، في ظروف صعبة جدا اليوم، يعني احنا متوقعين ان الجمهور يحضر بكثافة، لكن ما كنا متوقعين من المباراة او العاصمة الماليزية كوالالمبور تشهد هذه الأمطار الغزيرة اللي قد تعيق من أداء منتخبنا الوطني، وبالتالي من الأساس كان مدرب منتخبنا هيليو سوزا البرتغالي كان مستاء جدا من تنظيم ماليزيا لمباريات المجموعة الخامسة، قال مو معقول أن كل مباراة تقام على نفس الملعب. كرة توصل، محاولة تتخلص، علي حرام، كرة بتطول خارج الملعب. شوف مع كل كرة ومع كل هجمة تلقى أهات وأهازيج والمؤازرة منذ ساعات، الجماهير حضرت قبل انطلاق المباراة بساعات، حضرت الجماهير الماليزية لمؤازرة منتخب بلادها، وهذا واجب وطني لا شك. بالمناسبة لاعب منتخبنا الوطني كوميل أسود صرح قال خلى الملعب يمتلئ، أنا ودي أن الملعب يمتلئ، الظاهر سمعوا كلام كوميل الأسود. لم يتماس المنتخب الماليزي، بمناسبة راح نتابع أو راح المعلوم بعد شوية، لم يتماس داخل منطقة الجزاء، قطرة السيد محمد جعفر اليوم، يعني محمد السيد جعفر راح يتحمل عبء كبير مع خط دفاع منتخبنا الوطني في ظل هذا الضغط منذ الدقيقة الأولى ونصل للدقيقة الآن 9، والمنتخب الماليزي تقريبا ماسك نصف ملعب منتخبه، لكن محتاجين إلى شنو؟ محتاجين إلى التركيز، محتاجين إلى نقل الكرة صح، محتاجين نصل لمرمى المنتخب الماليزي، لي أيضا نبين شخصيتنا من خلال هذه المباراة. راشد الحوط، المنتخب الماليزي في الأمام، الحرام، حيام، راشد الحوطي، هدف بيمر، توصل جهد حوطي، يأخذ الحوطي لكن ايضا تنشال منه. طبعا يشارك في المرحله الثالثه من التصفيات الاسيويه، 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات، يتاهل منها صاحب المركز الاول وافضل 5 ثواني، يعني 6 مجموعات خلاص اصحاب المركز الاول من كل مجموعه يتاهلون الى نهائيات امم اسيا، وهناك 5 أصحاب المركز الثاني أيضا ينضمون لـ6 الأبطال للتأهل إلى نهائيات أمم آسيا.
طبعا اللي تأهلت في وقت سابق هي استراليا، ايران، فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبيه، السعوديه، سوريا، الامارات، لبنان، سلطنه عمان، الامارات والصين وقطر. هنا صفر، هنا ايضا الخطا اللي يحتسب لمصلحه كوميل الاسود. ومع هذا اللاعب الماليزي بيعترض على قرار حكم المباراه. محمد السيد جعفر طويل في الامام. حوطي محاولة صفارة على مهدي حميدان وخطا لمصلحة المنتخب الماليزي. بالمناسبة يعني احنا منتخبنا امام المنتخب الماليزي وفي عهد هذا المدرب البرتغالي هيليو سوزا لعبنا مع المنتخب الماليزي في مباراة حقيقة انتهت بفوز منتخبنا في هدفين لمهدي للغائب. الله طيب الذكر مهدي عبد الجبار، ادركنا يا مهدي، بكره بلا توصل من قلة. ايضا في راي مرفوع، حقيقه لعبنا مع المنتخب الماليزي وبقياده هيليو سوزا بالتحديد في 28 مايو 2021 مباراه انتهت تلك المباراه بفوز منتخبنا بهدفين لمهدي عبد الجبار ومحمد جاسم مرفوع. لا يمكن ان 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 يلعب المنتخب وما يمر ذكرى مهدي عبد الجبار، لا يمكن. غيابك صح لكن انت موجود في القلب يا مهدي. كره بتوصل بتمر لمنتخب الماليزي خطره لكنها تبعد الى خارج ملعب المباراه. رمية تماس لمصلحه المنتخب الماليزي. تتعلى خطره ايضا تنشال. الماليزيين حقيقة عندهم هذا الجو وهذا المطر جدا عادي، وكأن مطر ما هطل عليهم أبدا في صفارة وفي خطر لمصلحة المنتخب الماليزي. أوه ظهرت البطاقة الصفراء الأولى. رضاوي شوف الإعادة أو خلينا نشوف الإعادة. البطاقة الصفراء على من؟ فعلا رضاوي فعلا بطاقة صفراء. هذا السيد عيسى هي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة. لا واضح الحق يقال. إذا البطاقة صفراء. خطر لمصلحة المنتخب الماليزي في مكان خطر. يصطفي رضاوي تعلى داخل منطقة الجزاء. محاولة خطرة هذه. شيل أوه ربك ستر. يا الله مرت من فوق المرمى. المدافع أو اللاعب بوترا على فكرة هذا اللاعب ما لعب المباراة الأولى، كان احتياطي، والظاهر المدرب منتخب ماليزيا المدرب الكوري الجنوبي كيم بان جون مجهز لنا او محضر لنا او مهيئ لنا لهذه المباراه. هذا بوترا رقم 5 ان شاء الله ما يدلل من خارج ملعب. خطأ لمصلحه منتخبنا الوطني. التعادل يبقى بدون اهداف. ربع ساعه مرت مشاهدي الكرام شوط المباراة الأول من لقاء منتخبنا الوطني والمنتخب الماليزي. المباراة تأتي في الجولة الثانية في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا. نهائيات أمم آسيا حقيقة محفل كبير وبطولة قارية كبيرة، والبحرين أثبتت مكانتها وجدارتها وحضورها في النهائيات الآسيوية. كرة العبء عالية تمر تتهيأ تسديدة هي. الله 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 عليك يا أحمر جاسم الشيخ. يا شيخ انت يا شيخ سدد ومرت
وبالتالي كرة شوفها شوف الإعادة شوف الإعادة شوف شوف وقف وقف معها كل بحريني الله شوف أنا قلت لك من شوية يجب منتخبنا أن يصل لمرمى المنتخب الماليزي ويثبت شخصيته أمام هذا المنتخب. مو شرط على فكرة بالمناسبة مو شرط أنك تلعب خارج أرضك ومو شرط أن تلعب أمام هذا الجمهور تخسر أو تتأثر، لا والله هذا المدرب الكوري الجنوبي هذا كيم بانجون 1969 مواليد 53 عام من سيتفوق اليوم هيليو سوزا البرتغالي أم كيم بانجون؟ رمية تماس لمنتخبنا الوطني لتبقى النتيجة حتى الآن مشاهدي الكرام والله ربع ساعة مرت كأنها عمر عنا دقائق كانت صعبة جدا على المنتخب واجه فيها ضغط المنتخب الماليزي منتخب ماليزيا 3 نقاط منتخبنا 3 نقاط منتخبنا فوز على بنغلاديش 2-0 الماليزيا فوز على منتخب تركمانستان 3-1 يبعدها الضاوي الى خارج الملعب ركله ركنيه لمصلحه منتخب ماليزيا مباراه مقامه على استاد بوكيت جليل في العاصمه الماليزيه كوالالمبور وامام هذا الجمهور الكبير اللي ملا مدرجات هذا الملعب هذا بوترا اللي ضيع فرصه من شويه إذا ركلة ركنية محمد نظمي فايز بن منصور يلعب ركلة ركنية عالية خطرة شيل محمد سيد جعفر برافو قريبة لحارس المرمى السيد محمد جعفر يعني ست مجموعات المنتخبات الآسيوية المجموعة الأولى ضمت منتخب الأردن الكويت إندونيسيا والنيبال المجموعة الثانية فلسطين اليمن الفلبين منغوليا المجموعة الثالثة أوزبكستان تايلاند سريلانكا جزر المالديف كرة توصل من قلب جهة اليسار يحاول يتوغل توغل داخل منطقة الجزاء خطرة خارج ملعب ركلة مرمى لمصلحة منتخبنا الوطني هذا اللاعب رقم 19 الكرة وصلت لأخيار رشيد هذا أخيار رشيد يواضح معك أيضا هذا كان لاعب احتياطي اليوم لاعب أساسي المجموعة الرابعة ضمن منتخبات الهند هونغ كونغ أفغانستان كمبوديا المجموعة الخامسة منتخبنا الوطني ماليزيا بنغلاديش تركمانستان المجموعة السادسة طاجكستان قرغستان سنغافورة و ميانمار أول المجموعة يتأهل مباشرة إلى نهائيات أمم آسيا في العام القادم 2023 ست مجموعات أول يتأهل مباشرة وأفضل 5 ثواني حاصل على المركز الثاني أيضا يرافقون الست منتخبات ينضمون أيضا ل13 منتخب اللي تأهلوا تلقائيا إلى نهائيات أمم آسيا حتى الآن بهذه الظروف اللي أمامنا أقدر أقول منتخبنا إلى الآن جيد من خلال الرقابة من خلال حذر وكرة توصل أمامية خطرة هذه منتخبنا محاولة لكن توصل لحارس المرمى فريزال مارليس كابتن المنتخب تعادل بدون أهداف مباراة متبقية طبعا مباراة لمنتخبنا أمام تركمانستان ومتبقية مباراة أيضا لمنتخب ماليزيا أمام بنغلاديش فبالتالي مباراة هذه مهمة جدا لمنتخبنا على اعتبار أن احنا
يجب ان على الاقل اذا ما بنحاول نحافظ على الثلاث نقاط او على الاقل التعاون في ظل هذه الاجواء. لكن كره القدم كل شيء فيها وارد، ممكن منتخبنا يقلب الطاوله في ظل هذه الاجواء على المنتخب الماليزي ونخرج وننهي المباراه بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. وكل هذا متروك لاحداث هذه المباراه الهامه، وكره مبي منقوله لمنتخب ماليزيا والحيامي بعدها. برافو حقيقه، نعذر اللعيبه اليوم. شوف شوف المطر ما زال يهطل وبغزاره على ملعب المباراه استاد بوكيت جيلين الوطني في العاصمه الماليزيه كوالالمبور. اذا 11 بطاقه متبقيه مؤهلة إلى نهايات أمم آسيا، 11 بطاقة متبقية. تلعب الركلة بركنية عالية المنتخب الماليزي ورأسية لمحمد جعفر كابتن المنتخب الوطني. هناك أيضا فريزال مارليس كابتن المنتخب حارس مرمى المنتخب الماليزي وكذلك كابتن المنتخب. حكم باريدو ما فيها شيء، لم يتماس لمنتخبنا الوطني، أبعدها اللاعب 15. أحمد بيه، سيد رضا عيسى، علي حرم الضاوية طبعا عنده بطاقة صفراء حلوة، خذوهات قدام هجمة لمنتخبنا الوطني، عرضية تمر هذه توصل لحارس المرمى فريزال مارليس، كرة بدل فيها الطاولة جهة اليمين أو هنا محمد جاسم مرهون، محمد جاسم مرهون هو اللي عرضها، صارت قريبة لحارس المرمى الحوطي، كرة ما بيحاول يمر خارج ملعب برات. حقيقة المشاركة الآسيوية لمنتخبنا ما زال حقيقة نحمل ذكريات جميلة ورائعة، وبالذات في المشاركة في النسخة رقم 13 عام 2004 عندما صال وجال منتخبنا هناك في العاصمة الصينية ووصل إلى الدور قبل النهائي وقبل أن يخسر من أمام الكمبيوتر الياباني في مباراة تاريخية، في مباراة ماراثونية، في مباراة لن ولم ينساها الجمهور البحريني في 2004، وكان قاب قوسين أو أدنى من وصول منتخبنا إلى المباراة النهائية لملاقاة الصين في مجموعة ضمت الصين وقطر وأندونيسيا. اجتزنا الصين وأندونيسيا وقطر ثم تأهلنا مع أمام من؟ لعبنا أمام منتخب أوزباكستان، وأيضا عدينا من دور ثمانية بالركلة الترجيحية من أمام أوزباكستان، وواجهنا في دور قبل النهائي منتخب اليابان، وفي مباراة حقيقة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة. كل الآن بتوصل لمنتخبنا الوطني. شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام، نصل للدقيقة 24 وحتى الآن التعادل بدون أهداف 0-0. حذاري من الكرات اللي ترد حارس المرمى، ممكن ان في بقعه مطر وبالتالي الكره توقف ويصيدها لاعب ماليزيا، اوه ما بيفوتها. كن حذاري في 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 رد الكره لحارس المرمى، كن حذرين كن حذرين. علي حرام خلص مدافع المنتخب ماثيو ديفيس، امامي منقوله حارس مرمى طالع حلوه عين محمد السيد جعفر، توصل لمنتخبنا الوطني يلا يلا جهه اليمين رضاوي يلا محمد جاسم مرهون. شوف 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 من شوي قاعد اقول لما تمرر حاسب لي ارضيه الملعب. اوه دخول قوي جدا ايضا على لاعب منتخبنا رضاوي، شوف لاعب المنتخب الماليزي يعني كان المساعد الاول موجود وقريب من الكره سيد رضا عيسى. شوف 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 بالتالي يعني على قدم اللاعب، واللاعب عنده بطاقه بعد لا يقلب الايه علينا المساعد. رمية تماس محمد جاسم مرهون يوم اساسي ان شاء الله يكون له هدف اليوم محمد جاسم مرهون. منتخبنا بحاول يمر تنشال توصل اماميه
هذا الحيار راشد الحوطي. محمد جاسم مرهون. علي حرم صاحب الهدف الأول في مرمى منتخب بنغلاديش. كومي الأسود صاحب الهدف الثاني بهدفين حلوين. منتخبنا حصل على 3 نقاط من أمام منتخب بنغلاديش، لكن المقياس الحقيقي لمنتخبنا اليوم أمام منتخب ليسا. ويا ريت يا ريت أن المباراة أو ملعب مباراة ما شهد مباراة، ولا كان أداء منتخبنا أفضل. كرة توصل بتمر محمد جاسم مرهون بحاول خطرة لا 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 لا. من شوية على رضاوي قلنا الحق يقال، هنا كرة لمحمد جاسم مرهون، حكم مباراة يقول ما فيها شيء، خلي ساكتين. كرة بتوصل قريبة للاعب منتخبنا الوطني أمين من عدي وليد الحياة. كومي أمامي منقولة، جهة اليمين لمنتخب الباليزي شيلها حلوة 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 للحياة، ابعدها إلى ركلة، ما في أمامه إلا ابعاد الكرة من أمام بوتر. شوفها هنا الكرة اللي إعادة لي محمد. أوه لا لا لا، واضحة 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 واضحة، ما يبي لها وضوح الشمس. هنا أوضح هنا أوضح هنا، شوف 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 اتكاء اتكاء واضح بيده على محمد جاسم مرهون. قال يلا زلقة طيحة، مشت الأمور على الحكم. هو في كرة خطرة لمنتخبنا، ركلة ركنية الآن لمنتخب الماليزي، تبقى نتيجة تعادل بدون أهداف، كرة ملعوبة تبعد، لا تزال مع المنتخب الماليزي. القرصان الصفراء منتخبنا، القرصان الحمراء أحمر أحمر بحريني أحمر. يلا مر عليها، خلت تمر حلوة. منتخبنا الوطني محاولة تواجد داخل منطقة الجزاء، تتهيأ علي حرم حوطي راشد عليه لمن؟ لحارس المرمى فريزال مارليس. نصل للدقيقة 28 والتعادل ما زال مستمر بدون أهداف، 0-0. بالمناسبة كبار يقول العب العب العب، واصل 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 واصل، قريبا لمدافع منتخبنا. طبعا نهايات كأس الأمم الآسيوية القادمة هي النسخة رقم 18، النسخة القادمة تحمل رقم 18. ست مشاركات لمنتخبنا الوطني في النهائيات الآسيوية. مناسبة 5 منتخبات عربية تتنافس من أجل التأهل إلى نهائيات كأس آسيا. في المجموعة الأولى وجود الكويت والأردن، في المجموعة الثانية وجود فلسطين واليمن، وفي المجموعة الخامسة وجود منتخبنا الوطني. 5 منتخبات عربية تتنافس من أجل الصعود إلى نهائيات أمم آسيا. وحقيقة خسارة المنتخب الكويتي في الجولة الأولى من أمام منتخب إندونيسيا طبعاً شن الشارع الوسط الرياضي الكويتي حملة كبيرة على الاتحاد وعلى المنتخب وعلى أداء المنتخب. والمباراة مقابل في وين؟ في الكويت. الكويت اللي أول دولة عربية فازت بكأس آسيا عام 1980 بقيادة من؟ طرابلسي، دريهم، أو سعد الحوطي، العنبري، دخيل، ياسر يعقوب، فيصل الدخيل، محمد محمد، يعني اسماء الحوض اسماء كبيره حقيقه، فتحي كميل، فارس الاسمر، وشتان بين عام 1980 و 2022. تغيرت الامور يا جماعه، تغيرت بالنسبه لمنتخبنا الوطني. والله الحمد حتى الان امورنا طيبه، ولكن محتاجين ايضا
إلى أن هيليو سوزا أيضا يضم أسماء حقيقة محتاجين لها في خط الهجوم، وهذا الشيء مو يطالب فيه سوين، لا والله جماهيرنا ومحبينا ومحبي كرة القدم ومنتخبنا الوطني يطالبون. ومعقولة يعني هداف منتخبنا مهدي حميدان هداف الدوري ما يكون متواجد مع المنتخب؟ هاي علامة استفهام وكلمة حق نقولها، واللاعب يستاهل، يستاهل يتواجد مع المنتخب، ليش لا؟ كرة لم توصل لمنتخب ماليزيا، قطرة قطرة، الله برافو، شالها حارس المرمى، شالها العملاق، شالها سيد المرمى، شالها سيد الموقف محمد سيد جعفر، برافو، الله يكون في عونك يا سيد، يا سيد سيدهم انت، يا سيد سيدهم انت. شوفها 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 شوفها، حقيقة حطها في زاوية لكن براعة بعدها محمد السيد جعفر. تبقى النتيجة حتى الآن هي التعادل بدون أهداف، 32 دقيقة شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام. علي حرم، قريب لحارس المرمى، مارليس أخ، المرمى فاضي والمرمى فاضي، يلا مر محمد حميدان، جسم مرهون حطها، يلا جول جول جول، آه في كرة ارتدت لمنتخبنا لكن تباطأ فيها اللعيبة، الآن بتمر خارج ملعب ركلة مرمى لمصلحة منتخبنا الوطني. محمد جاسم مرهون، وشوف شوف 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 محمد جاسم مرهون، هنا الكرة اللي حاول يمر فيها سددت، لكن سهلة سهلة سهلة، ركلة مرمى لمنتخبنا الوطني. 33 دقيقة شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام، متابعي قناة البحرين الرياضية ومشاهدينا هنا في المملكة، أكيد الكل الآن ما حد قادر يبتعد عن الشاشة لأن لعيبتنا يستاهلون حقيقة أن نحن نقف معهم قلبا وقالبا. خلص علي حرام، كوميل الأسود، وين تقدر تمر، وين تقدر تمر في 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 في, في الملعب، أرضية متلة بالماء. بالخطأ بالخطأ، لا 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 أصبحت الآن مرتدة، لكن تغطية موجودة حلوة منتخب حتى الآن، خط دفاعنا حارس مرمانا أداء جيد، محمد جاسم مرهون في الأمام بتمر قريبة لحارس المرمى مارليس، فريزال مارليس كابتن المنتخب الماليزي، وطبعا هذا الحارس منيا مرمى بهدف أمام منتخب تركمانستان. بالمناسبة الآن احنا عندنا هدفين، احنا عندنا هدفين ومنتخب ماليزيا عنده ثلاثة لكن عليه هدف، فأصبح عنده هدفين وعندنا احنا هدفين، ثلاث نقاط ثلاث نقاط، فبالتالي مباراة اليوم هي مباراة الكبار، مباراة الأبطال، مباراة لتحديد من سيتصدر المجموعة الخامسة. فعلا خطأ واضح لمنتخبنا الوطني، وانا المساعد الأول، طبعا المساعد الأول أو هذا المساعد الثاني سانجار شاياسوبوف من أوزباكستان، بينما المساعد الأول كرييف فافو من أوزباكستان. حكم المباراة سادولو من طاجيكستان، الحكم الرابع العراقي زيد ثامر محمد. طبعا سامعين معاي الأهازيج والمؤازرة للجمهور الماليزي لمنتخب بلاده. حقيقة ياما منتخباتنا العربية الأسيوية قدمت مستويات كبيرة على هذا الملعب. بوكت جليل الوطني.
حوطي، علي حرام، في الأمام أمي بن عدة، حارس المرمى سيد محمد جعفر، أمير محمد جاسم مرهون، خدوهات علي حرام، حلوة علي، حلوة حرام، ابعثها إلى الخارج من عبرية التماس، طبعاً منتخبنا الوطني تواجد في نهائيات أمم آسيا 1988، 2004، 2007، 2011، 2015 و2019، إن شاء الله نصل إلى نهائيات آسيا 2023. توصل لمنتخب الماليزي، القلة في الأمام بالعرض، منتخب الماليزي كرة مع جهة اليمين، محاولة تتعلى خطرة، محمد حسين محمد جعفر يهدي اللعيبة، حاول أيضا تصل حماس المنتخب الماليزي، اللاعب رقم 9 دارين لوك، 31 سنة هذا اللاعب، هذا الإعادة للكرة اللي وصلت الأخير لحارس المرمى سيد محمد جعفر، نصل للدقيقة 38 والتعادل ما زال مستمر بدون أهداف 0-0. تسعة دارين لوك، 31 سنة، إذا تبقى النتيجة حتى الآن هي التعادل بدون أهداف 0-0. توصل لي راشد الحوطي، حيام وليد، وليد الحيام كرة معاه، في أقصى اليسار حوطي، علي في صفارة، كرة عبرت خارج من العبرية التماس لمصلحة المنتخب الماليزي، هذا حكم مباراة، حكم طاجكستاني سادولو، رمية تماس شوط المباراة الأول، طبعا كل المنتخبات الآسيوية اللي تأهلت للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم خلاص تأهلت إلى نهائيات أمم آسيا، على اعتبار أنها كانت تسمى التصفيات المزدوجة، تصفيات كأس العالم وتصفيات نهائيات آسيا، وبالتالي المنتخبات اللي تأهلت من التصفيات المزدوجة ذكرناها من شوية، 13 منتخب، أستراليا، إيران، فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، سوريا، الإمارات، لبنان، عمان، الإمارات، مصر، قطر، لم توصل ليه؟
محمد ياسر مرهون حاول او هنا ايضا لاعب منتخب يطالب بخطا لكن الحكم يقول ما فيها شيء. محمد ياسر مرهون احنا محتاجين في كره يكون فيها خطا على خط 18 وينبري لها محمد ياسر مرهون. حيام يا سلام انتخبنا بيمر حلوة مهدي حميدان يا مهدي يا مهدي يا مهدي ركز يا مهدي على المنتخب الماليزي. تخلص توصل لي علي حرم ايضا علي غير اللعب جت مطاوي تنقطع تصبح الان مرتده سريعه لمنتخب ماليزيا خاطر داخل منطقه الجزاء خطره على طول يخلصها علي برافو. هذا 22 كوربين اونغ كوربين اونغ مواليد 1991 وصول بريطانيا 31 سنه كوربين اونغ. بعدها علي حرم لم يتمس سريعه ملعوبه داخل منطقه الجزاء توصل سهله اخذنا حلوه مر خلص لا تتباطا لا تتباطا هشومي تابع هشومي تابع تابع يا هشومي تابع يا هشومي يمكن الحارس يطيح من المطر. حلو شيخ قاسم كرة معاه حلوة نقلات يلا افتح افتح اليمين افتح افتح حلو هذه عليه محمد جاسم مرهون هيا سدد 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 مر خارج كومي كومي معليش مرت خارج ملعب ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الماليزي. والله كان بالامكان افضل باعتبار ان كومي ما حد مغطيه وعنده مساحة وعنده يعني اريحية في التسديد لكن مرت سهلة خيرها بغيرها قادم افضل اخذ دقيقتين على نهايه شوط المباراه الاول مشاهدي الكرام لقاء منتخبنا الوطني ولقاء ومنتخب ماليزيا والتعادل بدون هدف. قريب لحارس المرمى السيد محمد جعفر عمر تاريخ مكانه انجازات لهذا الحارس يقارب 50 مباراه دوليه مع منتخبنا طويلة في راي مرفوعة حكم مباراة الآن أخذ باله فركلة حرة غير مباشرة في وجه تسلل لمصلحة منتخبنا الوطني. مشاهدي الكرام آخر دقيقة على نهاية شوط المباراة الأول والنتيجة هي التعادل بدون أهداف 0-0. وليد الحية ثلاث نقاط لمنتخبنا وثلاث نقاط لمنتخب ماليزيا. الجولة الثانية في المجموعة الخامسة عالية على الهرضوي بالراس أيضا في خطر في دفع ولمصلحة المنتخب الماليزي. هذا طبعا سيد هاشم سيد عيسى شقيق للضاوي شيء جيد ان احنا على الاقل ننهي الشوط الاول بالتعادل في ظل ظروف المباراه يعني لكل مباراه ظروفها اليوم بهذه الاجواء الممطره اللي شهدتها العاصمه الماليزيه كوالالمبور بالتحديد ملعب المباراه استاد
بوك الجليل. وفي هذه اللحظة سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الكرام متابعي قناة البحرين الرياضية، حكم المباراة اللي واضح معاك على الشاشة الحكم الطاجكستاني أطلق الصفارة سادولو بنهاية شوط المباراة الأول من لقاء منتخبنا والمنتخب الماليزي في الجولة الثانية من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهايات كأس أمم آسيا. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0. ألتقي مع حضراتكم إن شاء الله مع بداية شوط المباراة الثانية. في مباراة حقيقة تقام في أجواء ممطرة كما تشاهدون وكما تابعتم معنا وكل من تابع معنا شوط المباراة الأول. الآن شوط المباراة الثاني، منتخبنا بالقمصان الحمراء في الجهة اليمنى والمنتخب الماليزي بالقمصان الصفراء في الجهة اليسرى. كرة منقولة لمنتخبنا، راح يكون شوط صعب جدا لكن إن شاء الله أمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا، ومنتخبنا حقيقة قادر على تعدي أو على التعود على هذه الأجواء. كرة بتوصل لمنتخب ماليزيا قريبة لي منتخبنا. عيام كوميل مامية بيمر هو الجول، جول جول جول، حطها الله، تسديدة علي حرم توصل بين حارس المرمى مارليس، أو هالمرة كويل. فرصة كانت لمنتخبنا، شوف 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 شومي. تبقى النتيجة حتى الآن هي التعادل من دون أهداف. هنا تسديدة من كوميل لحارس المرمى مارليس، هذا كوميل الأسود طبعا آخر ظهور لمنتخب ماليزيا في نهائيات أمم آسيا كان في عام 2007 عندما استضافت ماليزيا، عندما استضافت أربع دول آسيوية نهائيات أمم آسيا. هذا آخر ظهور لمنتخب ماليزيا في النهائيات الآسيوية عندما استضافت أربع دول آسيوية، ماليزيا، إندونيسيا، فيتنام وسنغافورة. بالتالي تواجد المنتخب الماليزي في مجموعة ضمت إيران وأوزبكستان والصين بجانب ماليزيا في عام 2007. أوه، من يتذكر نهائيات عام 2007 عندما عاد أبناء الرافدين المنتخب العراقي بإنجاز غير مسبوق بالفوز بكأس آسيا لأول مرة في تاريخ كرة القدم العراقية وعلى حساب شقيق المنتخب السعودي بهدف للسفاح يونس محمود. كرة الآن بتوصل، بنقول للمنتخب الوطني بتخلص. إن شاء الله يكون الشوط الثاني أرضية الملعب نشفت شوية عشان نقدر نعطي بالأداء وبالتمرير وبالتسديد. خلوا بالكم هذا اللاعب دارين لوك، خاطر لمصلحة المنتخب الماليزي ورا بقيادة الطاجكستاني سادولو بمساعدة كريف فافو الأوزبكي وسانجار شايا سوبوف الأوزبكي كذلك، بينما الحكم الرابع العراقي ثامر زي ثامر. رمامية حاول بتكون خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخبنا الوطني. إذا كان المنتخب الماليزي كان آخر ظهور له في نهائيات أمم آسيا في عام 2007، فمنتخبنا آخر ظهور له في نهائيات كأس الأمم الآسيوية كان في النسخة الأخيرة 2019 يومها لعبنا في المجموعة الأولى بجانب الإمارات تايلاند والهند، وكانت نتائجنا تعادلنا مع الإمارات 1-1، خسرنا من تايلاند 1-0، فزنا على الهند 1-0. وفي النهائيات الآسيوية عام 2019 تواجد أربع منتخب عربي آسيوي في النهائيات: الإمارات، البحرين، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، وقطر والسعودية واليمن وأيضا سلطنة عمان ولبنان. 11 منتخب تواجدوا في 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 النهائيات الآسيوية الأخيرة، وإن شاء الله نشاهد أكثر من منتخب عربي آسيوي
يتأهلون إلى النهائيات المقبلة 2023. هنا التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا أو إلى كأس آسيا. منتخبنا والمنتخب الماليزي في المجموعة الخامسة اللي بيضم منتخبات ماليزيا، البحرين، تركمانستان وبنغلاديش. ثلاث نقاط لكلا المنتخبين. هنا هيليو سوزا، هذا هيليو سوزا واللي يمه كيم يان جون الكوري الجنوبي. شوف بالمناسبة ما في واحد كوري إلا تلقى في اسمه شنهو كيم. كل الكوريين ما يمر عليه كوري إلا في اسمه كيم، كيم سونغ يونغ، كيم بان جون، يعني هذه أسماء الكوريين لازم فيها كيم. ركلة مرمى لمنتخبنا الوطني سيد محمد جعفر اللي طبعا تألق كالعادة، هذا الحارس تألق وصد العديد من الكرات الخضراء على مرمانا في شوط المباراة الأول، ولكن إن شاء الله منتخبنا يعود في شوط المباراة الثاني بهدف أول وهدف السبق. الأحمر قادر، الأحمر قادر، كل من قوله لك أنت إن شاء الله. ميدان خطأ على مهدي حميد، ما ودنا تحدث أخطاء لأن ودنا نكسب من أي كرة توصل لمنطقة جزاء المنتخب الماليزي. ودنا في دربكة داخل منطقة جزاء، ودنا في خطأ على خط 18، ودنا في تسديدة. خطأ لمصلحة المنتخب الماليزي حارس المرمى مارليس. تصور لو منتخبنا في الشوط الثاني يسجل هدف راح يربك، راح يربك حسابات كيم بانجو مدرب منتخب الكوري، المدرب الكوري لمنتخب ماليزيا، طبعا مدرب كوري جنوبي. منتخبنا الوطني ميدان، حارس المرمى سيد محمد جعفر. قريبة الحيام بعدها إلى خارج الملعب. ربيع شوط المباراة الثاني، تعادل ما زال مستمر. المدافع الماليزي ماثيو ديفيس. هنا تسعة دارين لوك قريبا لحارس مرمى شيلها ياب منتخب الماليزي. وتوصل داخل منطقة الجزاء. حذاري حذاري، لا يشوت لا يشوت، خلص سلام. يا سلام يا سلام يا سلام، مرة 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 علي حرام الحوطي. لم يتم، حلو لم يتم منتخب ماليزيا. عشرة محمد نظمي فايز بن منصور قريبة لحرام. الوطني حوطي لقاء منتخبنا والمنتخب الماليزي في الجولة الثانية في المجموعة الخامسة، هذه المجموعة اللي تضم منتخبات منتخبنا ومنتخب ماليزيا ومنتخب تركمانستان بجانب منتخب بنغلاديش. المباراة الأخيرة راح تكون أمام تركمانستان، ولقاء ماليزيا الأخير راح يكون في الجولة الثالثة أمام منتخب بنغلاديش. وقد تكون حظوظ مهمة المنتخب الماليزي أمام منتخب بنغلاديش يعني حظوظه تكون كبيرة، لكن اعتماده على هذا اللقاء. هذه ما وصلت محمد جاسم، حلو يلا شكل هجمة، نرسم هجمة. كوميل جهة اليمين، رضاوي يلا حلوة إلى شقيقة هشوم. هشوم لما مرتد على منتخبنا، لا
اثنين من تومان تعرف جول جول المنتخب الماليزي، اول اهداف المباراه من كره عرضيه وصلت وتهيأت من محمدو سوماريا. محمدو سوماريا يسجل اول اهداف المباراه لعب رقم 13، هو من وضع الكره في المرمى، وبالتالي اول اهداف اللقاء من كره بنت من جهه اليسار وتعرض داخل منطقه 6 يارده، ومتابعه سوماريا. محمدو سوماريا سجل منها الهدف الاول للمنتخب الملكي. إذا ماليزيا تتقدم بهدف، للاعب محمدو سوماريا لاعب رقم 13، مع بداية شوط المباراة الثاني وبعد مضي 10 دقائق المنتخب الماليزي يتقدم بهدف. إذن في الدقيقة 55 تعلن أول أهداف اللقاء. بنت حيان وصل، يلا افتح جهة اليسار، تقدم الحوطي، عطى الحوطي، لا هي للحوطي ولا هي لهالشيء، معلش يلا لم يتمس اخرى لمنتخبنا الوطني. حكم مباراه يوقف اللعب، راح يشوف يطمئن اللاعب الظاهر مصاف فعلا صاحب الهدف محمدو سوماريا. هذا المدرب الكوري كيم بانجون، 53 عمره، 50 سنه، كرة بتوصل خطرة، جول 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 جول، الله الله، علي حرب، علي حرب بيحط التعادل، الله، جول، هدف التعادل لمنتخبنا الوطني، علي حرب، الله 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 الله، ما لها إلا حرب، عدل النتيجة واللي تسمح النتيجة، التعادل 1-1، جول، شوف 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 تعلت من حميدان وتهيأت وتابعت علي حرب حطها في الجول، جول، حميدان علا وكوميل هيا وحرب خلصها، جول لمنتخبنا الوطني لتصبح النتيجة هي التعادل 1-1، واحد لمنتخبنا وواحد للمنتخب الماليزي. علي حرب بعد مرور دقيقة فقط استطاع منتخبنا من تعديل النتيجة في الدقيقة بالتالي ال 51 وتصبح النتيجة الآن تعادل 1-1 في الدقيقة 57، في الدقيقة 57 وكرة لم توصل للمنتخب الماليزي. داخل منطقة الجزاء بتخلص في خط المباراة، يقول ما فيها شيء. إذا في الدقيقة 57 منتخبنا عدل النتيجة، علي حرم لتصبح النتيجة تعادل 1-1. تقدم المنتخب الماليزي لمحمدو سوماريا وعلي حرم، ثاني أهداف علي حرم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهايات كأس آسيا. تعادل 1-1. من يتماس؟ في تبديل، الحشد اول تبديل ل ثلاثة لعيبة دفعة واحدة، ثمانية راح ينزل
محمد شفيق بن رحيم، وبيطلع صاحب الهدف يبدو طبعا بينزل ثمانية محمد شفيق بن رحيم، هذا اللي بينزل ثمانية محمد شفيق، بينزل ثمانية محمد شفيق، هذا اللي واضح معاك. عطنا خلينا نشوف رقم اللاعب اللي بينزل، عطنا رقم اللاعب 9 طلع دارين لوك مرحلة المكانة 18، هذا اللي وضح معاك على الشاشة 18. برازيلي وصول برازيلية ديبولا، ديبولا ايضا نزل رقم 12، هنا ايضا منتخبنا شومي الله يوسف راح الشومي عبد الله، تعادل 1-1، لم يتماس شلها مانح ميدان، المفروض الان يكون وضعنا او ادائنا افضل بعد تسجيل الهدف التعادل، ممكن نسجل الثاني، تعادل 1-1، واحد منتخبنا وواحد منتخب ماليزيا، كرة توصل جهة اليمين تغطية موجودة، شوط المباراة الثاني منتخبنا والمنتخب الماليزي، شيلها على طول علي حر صاحب هدف التعادل في الدقيقة 57، كرة بتمر إلى خارج الملعب وركلة مرمى لمصلحة المنتخب، عن ثمانية نزل محمد شفيق و19 أخيار رشيد، ركلة مرمى زين محمد جعفر، عبد الله يوسف حلوة التغطية بين راشد الحوطي، تمر خارج من ملعب التماس ايضا في خطأ في خطأ في خطأ لمصلحة الحوطي، واضح مساعد ايضا الاول رافع الراية، هذا راشد الحوطي تعادل 1-1، واحد منتخبنا واحد منتخب ماليزيا، طلي يوسف يمررها في الامام توصل عند حارس المرمى، لتصبح الان مرتده للمنتخب ماليزيا، نجيب بولا برازيلي اعترف ايضا مع منتخبنا، يبدو لي ان شاء الله في طريقه لاحراز هدف ثاني، بس اهم شيء ان احنا ما يدخل في مرمانا اي هدف، المنتخب بيلز من عضو عاليه وخطره حلو، بدا ايضا المنتخب الماليزي بعد تسجيل التعادل يضغط
قريبة لحارس المرمى السيد محمد جعفر. شوط المباراة الثاني نصل للدقيقة 64 بالتعادل 1-1. حتى الآن هي نتيجة جيدة لمنتخبنا، لكن أملنا إن شاء الله في هدف ثاني. حتى لو يعني لو طلعنا بالتعادل في ظل هذه الظروف أيضا تعتبر تحسب لنا حقيقة، في ظروف صعبة جدا في في في, في ملعب حقيقة يعني ممتلئ بالماء والأمطار ما زالت تهطل على ملعب المباراة، وبالتالي في هذه الأجواء منتخبنا يلعب بهذا المستوى شيء جيد. أيضا بطاقة صفراء هذه ثاني بطاقة صفراء تكون على لاعب المنتخب الإنجليزي. تعادل 1-1. بطاقة صفراء ثانية لعبد الله يوسف. الطاقة الأولى كانت للسيد رضا عيسى في شوط المباراة الأول، طلع بعد الشومي نزل الكرة عبد يوسف. والبطاقة في الدقيقة 69 دقيقة 65 دقيقة 65 بطاقة الصفراء الثانية على تعادل 1-1. هذا محمدو سوماريا اللي سجل هدف الأول لمنتخب ماليزيا. ندمان المدرب طلع قرب توصل العادة، شوف إعادة لهدف سوماريا. واحد شوط المباراة الثاني إذا حارس المرمى مارليس أما في الأمام. طبعا لقاء منتخبنا القادم يوم الثلاثاء 14 من يونيو في لقاء منتخب تركمانستان في المباراة الأخيرة في المجموعة الخامسة. توصل المنتخب الماليزي حكم بار أيضا يطمئن على إسلامتي وعلى اللاعب الماليزي. طبعا تاريخ 14 يونيو مرتين منتخب مع المنتخب الماليزي منتخبنا مع منتخب التركمانستاني، وماليزيا راح تواجه بنغلاديش في الجولة الثالثة الأخيرة في مباريات المجموعة الخامسة. ست منتخبات راح يتأهل منها 11 منتخب إلى نهائيات أمم آسيا. أبطال المجموعات الست على طول مباشرة يتأهلون إلى النهائيات، وأفضل خمس حاصلين على المركز الثاني أفضل منتخبات أفضل ثواني راح يرافقون الست المنتخبات إلى النهائيات الآسيوية، بجانب أيضا 13 منتخب متأهلين في وقت سابق ليصبح عدد المنتخبات 24 منتخب في نهائيات آسيا 2023 العام القادم. وآخر نهائيات طبعا أقيمت في عام 2019 استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. رمية تماس لمنتخبنا الوطني. طبعا في تصريحات المدرب كيم بان جون قال اللاعب او الجمهور هو اللاعب رقم
12. لا لا لا، لذلك انا محتاج ان الملعب يمتلئ، وفعلا جمهور الماليزي استجاب لنداءات المدرب الكوري الجنوبي كيم بانجون بهذا الحضور الكثيف في ملعب استاد بوكيت جليل الوطني. ايضا في تبديل 19 يطلع وينزل مكانه 20. طلع خيار رشيد، طلع خيار رشيد ونزل اللاعب رقم 20، وهي طبعا شفيق احمد، شفيق احمد، شفيق احمد لاعب رقم 20 نزل مكان كرة بتمر الان لمنتخبنا. حلوه خط قارب خط لمصلحة عبد الله يوسف. هنا بوترا عمل مان تو مان مع عبد الله يوسف، شوف بوترا نصل دقيقة 70، أي 25 دقيقة مضت. خطأ لمصلحة منتخبنا الوطني، كوميل الأسود، هذا كوميل لعبها أمامية براس تمر خارج عبد الله يوسف. تعلت من كوميل الأسود لعبد الله يوسف رأسية وضحها مرت خارج الملعب ركلة مرمى. إذا 71 دقيقة شوط المباراة الثانية. مشاهدي الكرام متابعي قنوات البحرين الرياضية، والنتيجة لا تزال هي التعادل. تقدم المنتخب الماليزي عن طريق محمد وسوماريا، عدل النتيجة منتخبنا عاي حرم، والتعادل 1-1. وبالتالي أذكر بأن المنتخبين منتخبنا والمنتخب الماليزي كل منتخب يملك 3 نقاط، يعني متساويين في نسبة الأهداف ومتساويين في نسبة النقاط. فعلا احنا سجلنا هدفين فقط امام منتخب بنغلاديش، المنتخب الماليزي سجل 3 امام منتخب تركمانستان، لكن منيا مرمى بهدف فاصبح عنده هدف، عنده هدفين وعليه طبعا سجل 3 وعليه هدف فاصبح عنده هدفين، واحنا عندنا هدفين الان ارتفعت نسبه اهدافنا الى 3، ايضا منيا مرمانا بهدف فيها حسبه. فبالتالي يفضل يعني الافضل انك تفوز اليوم وخلاص وتفكر في مباراه تركمانستان. هيا علي حرم، توصل المنتخب الماليزي طويله في الامام في كره خطر محمد شفيق ديمار يسدد تقريبا لحارس المرمى السيد عادل 1-1. وانا الكرة اللي اتيحت لي لاعب المنتخب الماليزي قريبة للمدافع، ايضا تصطد في لاعب منتخبنا وتمر خارج الملعب، وبالتالي ركلة مرمى للمنتخب. المنتخبات العربية الآسيوية اللي فازت بكأس آسيا. وصل أتشا تشيليمين للمنتخب الماليزي، شيل تبعد إلى خارج الملعب ركلة بعدها مرت من امام مدافعنا. ايضا متابعه كوربين اونغ، شوف مرت ورطاوي، رطاوي بعدها الى ركله مرت امام وليد الحياه
الكرة الطاوية بعدها إلى ركلة ركنية. حذاري أيضا من الركلات الركنية في اللعب. شيها حرام أوطي. هنا أيضا متابعة لماثيو ديفيس. مرت إلى ركلة مرة. 75 دقيقة يعني 30 دقيقة وباقي ربع ساعة على نهاية شوط المباراة الثاني من لقاء منتخبنا والمنتخب الماليزي، والتعادل 1-1. طبعا التعادل أفضل من الخسارة، التعادل أفضل من الخسارة. عندك مباراة متبقية أمام تركمانستان، لكن ما زال ربع ساعة متبقية. ممكن منتخبنا يسجل هدف ثاني. علي مدع هنا. علي مدع سيد الضياء بعد السيد ضياء سيد سعيد وعلي مدى سلام. إن شاء الله نزولهم سجل هدف ثاني. محتاجين لعلي مدى في الدقائق المتبقية، محتاجين لسيد ضياء أيضا في الدقائق المتبقية. بمية تماس راشد الحوطي توصل منتخبنا أمامي داخل منطقة الجزاء. مرة وطالت على علي مدى. ما علي هذه أول لمسة، أول كرة لعلي مدى، الثانية تكون إن شاء الله في الماء. إذن هذا حارس المرمى فريزال مارليس، حارس مرمى المنتخب الماليزي صاحب الأرض والجمهور، وآخر ظهور للمنتخب الماليزي 2007 في نهائيات آسيا عندما استضافت أربع دول آسيوية لأول مرة. بالمناسبة لأول مرة تقام نهايات أمم آسيا في أربع دول آسيوية. تمر خارج الملعب ركلة مرمى لمصلحة منتخبنا الوطني. ركلة مرمى ملعوبة من حارس مرمى حسين محمد جعفر. علي حرام رباوي علي مدى مجهود فردي. ومثل ما ذكرت احنا محتاجين للاعب مثل علي مدى يشاغب دفاع المنتخب الماليزي في شوط المباراة الثاني خاصة في هذا الوقت. علي حرام سيد ضياء سعيد لا تزال مع منتخبنا الوطني البحريني. نقلات حلوة. علي حرام سيد ضياء سعيد يا سلام حلوة. مرر روح لكنها توصل وين؟ أقرب المدافع يشيلها يبعدها إلى خارج الملعب. ركلة رمية تماس لمصلحة منتخبنا الوطني. تعادل 1-1 79 دقيقة.
مدافع لمنتخبنا حوطي قريب لحارس المرمى. يلا علي مدني تابع خطره هرمي بنالتي بنالتي ركله جزاء ركله جزاء لمنتخبنا ركله جزاء لمنتخبنا الوطني. قلت لك احنا محتاجين لمدن محتاجين لعلي مدن هذا اللاعب المشاغب فعلا كسب منها ركله جزاء ركله جزاء لمنتخب البحرين الوطني. وحكم مرة بيكلم ايضا حارس المرمى مورليس الحين ايش راح يصير؟ خلاص الحكم احتسب ركله جزاء والماليزيين معترضين لكن قال لهم خلاص انا صفرت راح يرجع للفار راح نشوف هل راح يرجع بعد هذه ما يبي لها بعد يا طاجكستاني بعد ترجع لفلان وعلان واضحه وضوح الشمس شوفها 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 لا واضحه 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 كفايه الاولى ما حسبتها محمد مرهوب واضحه واضحه وبالتالي ركله جزاء واضحه لمنتخبنا الوطني لكن خلينا نشوف قرار حكم المباراه فعلا ركله جزاء ركله جزاء ومن راح يتقدم لها؟ عطنا اللاعب منو؟ عبد الله يوسف عبد الله يلا الثاني عبد الله حطها جول 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 الله جول حب البحرين ما هي كلمة تنقال حب البحرين ما هي رسالة بجوال حب البحرين زلزال يهز جبال الله جول هدف ثاني بحريني هدف ثاني شوف 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 حطها جول عبد الله يوسف ثاني اهداف منتخبنا الوطني الله عليك يا احمر الله عليك يا احمر هدف ثاني الله جول قلبنا النتيجه قلبنا الطاوله رغم الجمهور ورغم المطر ويا طفله تحت المطر الله 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 هدف لمنتخبنا وهدف للمنتخب الماليزي الله رجال يا احمر رجال يا منتخبنا وبالتالي هدف ثاني من ركله جزاء في الدقيقه الواحد في الدقيقه 81 وكنا محتاجين لهدف ثاني حتى لو لا سمح الله سجل في مرمانا هدف التعادل على الاقل نطلع بتعادل لكن حتى الان منتخبنا متقدم بهدفين لهدف كل ما نقوله شيلها على طول وليد الحيام قريبه للمنتخب الماليزي هدفين لمنتخبنا وهدف لمنتخب راية مرفوعه وهذا البرازيلي ديبولا يقف في موقف تسعه نزل في شوط المباراه الثاني هدفين لمنتخبنا ان شاء الله يا رب تنتهي المباراه بهذه النتيجه وتكون مباراتنا امام تركمانستان هي مباراه التاهل الى نهائيات اسيا شوف الفريق اللي يحصل على 6 نقاط قطع شوط كبير نحو التاهل الى النهائيات الاسيويه يعني 3 انتصار يعني انتصارين اليوم ان شاء الله انتصار ثاني وامامك تركمانستان انتصار ثالث لا علامه كامله علامة كاملة منتخبنا إلى نهايات آسيا إن شاء الله بس باقي كم دقيقة؟ 83 يا جماعة باقي 7 دقائق لا 7 دقائق وايد 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 7 دقائق شو خلصها؟ رضاوي قريبة علي مدن متابعة حلوة 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 منتخبنا الكرة الثالث يعتبر خارج الملعب وركلة عمر ركلة مرمى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الماليزي هنا ايضا لاعب افضل 11 يطلع 2 ماثيو ليفيس نزل مكانه محمد صفوي 25 سنة لاعب نادي جوهورو او لاعب نادي جوهور الماليزي محمد صفوي 25 سنه
كرة توصل للمنتخب الماليزي. خطرة هذه علي مدن، شيل شيل يا علي مدن. حلوة علي مدن، تبديل موفق لهيليو سوزا بإنزال علي مدن، شاغب فيها في الأمام، حصل على ركلة جزاء صحيحة تماما لمنتخبنا الوطني. توصل منتخب الماليزي. شوط المباراة الثاني 84 دقيقة، باقي 6 دقائق. كرة اللعب عالي داخل منطقة جزاء منتخبنا الوطني. محمد جعفر، سيد محمد جعفر، سهل جدا. حلوة لما تشوف النتيجة، بحرين 2 ماليزيا 1. خطأ على علي مدن. لا لا لا، ما ودنا في بطاقة ثالثة يا مدن. يعطيه بطاقة، بيعطيه. لأن الحقيقة خلينا نكون واقعيين، علي مدن في الكرة هذه استحق فيها البطاقة الصفراء. لو تشوفها بالإعادة فعلا استحق فيها البطاقة الصفراء، وبالتالي هي البطاقة الصفراء على منتخبنا رضاوي عبد الله يوسف، والثالثة على علي. يلا هارتك هارتك، ما عليه ما عليه ما عليه. شوف هنا هنا هنا، شوف 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 الخطأ اللي عمله، واضحة 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 بالحقيقة. شوف احنا في الإعادة فيها الإفادة. أيضا لاعب منتخب ماليزيا، والله الصراحة بعد يعني قدامكم الحركة اللي سواها ورفع يده على علي مدن. هذه طبعا مهمة منه، مهمة المساعد اللي قريب من اللعبة هذه، والاثنين يستحقون بطاقة صفر. كرة في الأمام عالية، حوطي بعدها إلى خارج الملعب. 86 دقيقة وباقي 4 دقائق، أربع دقائق تفصلنا على نهاية شوط المباراة ثاني. حلوة، شتت، خلاص ابعد ابعد، محتاجين لهدف ثالث وهدف تعزيزي يعزز لنا النتيجة والنقاط الثلاث، يصبح نصيدنا 6 نقاط إن شاء الله. خارج هذا اللاعب رقم 22 كوربين أونغ. هنا رضاوي، توصل لمنتخبنا، صفارة وخطأ لمنتخب البحرين الوطني. 87 دقيقة، ثلاث دقائق تفصلنا على نهاية شوط المباراة الثانية، والمباراة في لقاء منتخبنا ومنتخب ماليزيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهايات آسيا، إلى نهايات كأس آسيا 2023. في العام المقبل إن شاء الله منتخبنا يتواجد في النهايات الآسيوية كما عودنا. مو حلوة تمر، مو حلوة يمر كأس آسيا بدون البحرين، مو حلوة تمر نهايات كأس آسيا والبحرين مو موجود فيها. كفاية طلعنا من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم. كرة بتنقل حوطي، حلو راشد حوطي عدها. اعتقد لا لا لا، ما له داعي البطاقة هذه، ما له داعي. هو مو كان قاصد، كان قاصد يرجع الكرة للاعب، يعني هو اعتبرها مضيعة للوقت. حكم المباراة وعطى بطاقة صفراء. كرة بتوصل، خطرة خارج الملعب. ركلة مر، هاي الكرة اللي مرت. إذن الدقيقة الأخيرة على نهاية شوط المباراة الثاني. منتخبنا هدفين، هدف لعلي حرم، هدف لعبد الله يوسف بركلة جزاء. رأسي أمامي منقولة، علي مدن، روح علي مدن، روح بتمر منه، بتمر منه. قطعوا على اثنين،
والله يمر حتى من أربعة. توصل حلوة حلو مرهون. اختفى اختفى مرهون في الشوط الثاني. لعل وعسى خير يا رب. لعل وعسى خير. ما علي ما علي. ركلة مرمى الدقيقة الأخيرة. لكن ما ندري حكم مباراة كم دقيقة راح يحتسب وقت من الضايع. في الشوط الأول الصراحة ما احتسب ولا دقيقة. ما كان في وقت ضايع. وكرة ملعوبة عالي منتخب الماليزي. خلص توصل مرتدة. يلا حاول الشكل الآن فرصة يا علي مدد. يا سلام عبد الله يوسف. روح يا عبد الله روح يا عبد الله روح روح روح. خارج من العبرة بيت تماس. إذا 45 دقيقة 90 دقيقة 90 دقيقة شوط المباراة الثاني من لقاء منتخبنا الوطني ومنتخب ماليزيا. هدفين لمنتخبنا البحريني. هنا أيضا البدلاء لمنتخبنا. طبعا راح يطلع محمد جاسم مرهون كان 17. وكذلك هنا حركك حركك يا محمد جاسم مرهون. ما قصرت ما قصرت. ريم ختال ريم ختال. وكذلك ايضا 13 بيطلع جاسم بيطلع كومي الاسود. المهدي مهدي عبد اللطيف. طلع كومي الاسود. طلع محمد جاسم مرهون. نزل ختال. يلا يلا يا يا علي مدن. حلو اللعب هني حلو اللعب هني. كم دقيقه حكم ما راح تسب؟ اربع دقائق. وخطا فعلا خطا واضح لمنتخبنا الوطني ولمصلحه علي مدن. لا 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 اربكهم أربكهم وش أربكهم وغربلهم. علي مدن في نزوله وحقيقة موفق ليه هيليو سوزا بنزول هذا النجم الكبير المحترف الدوري الإماراتي علي مدن اللي أربك المدافعين بما فيهم حارس المرمى. خطأ لمنتخبنا الوطني. والله هذه الأجواء رجعتنا إلى 2004. تصور نفس الأجواء نفس الظروف ونفس الجماهير ولكن كانت في الصين وليس في ماليزيا. جيل جيل بعد جيل يمر على كرة القدم البحرينية وحقيقة إن شاء الله نجوم كبار يتأهلون إلى نهايات آسيا ويكون لنا حضور قوي جدا في النهايات الآسيوية المقبلة 2023. حقيقة منتخبنا يستحق أن يكون أحد المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا. أمامنا مباراة مقبلة أمام منتخب تركمانستان وإن شاء الله على ضوء تلك المباراة نتأهل مباشرة إلى النهائيات الآسيوية دون النظر إلى النتائج الأخرى. خلينا بس ننتهي دقيقتين متبقية. سيد محمد جعفر. شوف جمهور ماليزيا. خلاص احنا قلت لك في بداية المباراة احنا ما تهمنا الاجواء هذه، احنا متعودين عليها. مطر، زلزال، جمهور، بشر، احنا نلعب، نلعب داخل الملعب. احنا اللي نزلزل الملعب. المنتخب الماليزي كرة معه. أمامية منقولة. يلا. شيل، شيل، شيل. حلو، حلو، حلو. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام عليك يا أحمر. أداء حلو اليوم. مباراة حلوة قدمها المنتخب الوطني. لا لا حذاري من الكرة هذه. الله مرت مرت مرت. الثواني الأخيرة الثواني الأخيرة وحكم المباراة الحكم الطاجكستاني سادولو. يلا يا سادولو. هدفين لمنتخبنا وهدف لمنتخب ماليزيا بهذه النتيجة منتخبنا طبعا إن شاء الله
في صدارة المجموعة الخامسة، في صدارة المجموعة الخامسة بست نقاط، علامة كاملة حتى الآن لمنتخبنا. يلا خلاص الأربع دقائق انتهت، الأربع دقائق انتهت يا سادولو يا الحكم الطاجكستاني، عينك على الساعة، ناظر الساعة وليش مستعجل؟ ما حد معاه خلة ويناظر الساعة. كرة الآن بتوصل، منقولة أمامية قريبة لمنتخبنا، خلص أربع دقائق ودشينا في الدقيقة الخامسة، دشينا في الدقيقة الخامسة، منتخب ماليزيا كرة معاه مستحوذ، يا سلام يا سلام يا سلام، يلا 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 روح، الله معك روح، يا سلام يا سلام، أداء رائع للأحمر البحريني اليوم، الثالث الثالث، يلا 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 آه. خلاص 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 صفى، مبروك لمنتخبنا الوطني، مبروك هذا الإنجاز، مبروك هذه النتيجة، مبروك هذا الانتصار، رغم الظروف الصعبة، رغم الأجواء الممطرة، هزمنا صاحب الأرض وهزمنا الجمهور، وبست نقاط علامة كاملة لمنتخبنا البحريني في صدارة المجموعة الخامسة، هذه المجموعة للضم البحرين، ماليزيا، تركمانستان، بنغلاديش، خلاص أمامنا تركمانستان، ونتأهل مباشرة إلى النهائيات الآسيوية المقبلة 2023. ألف ألف تريليون مبروك لمنتخبنا الوطني، هذا العطاء، هذه النتيجة، هذا الأداء، ست نقاط على مكاملة، ألف مبروك لكم، تحيات محدثكم معلق هذه المباراة محمد السويد، إلى اللقاء.